مرحبا أصدقائي، أخبار قوية لعملة شيبا إينو ممكن تفجر سعر العملة، تحركات كبيرة للحيتان، وكمان عندي حرق كميات كبيرة للعملة. لوين أهداف العملة راح أتكلم بهالفيديو. قبل ما نبلش فيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات مشفرة، ولا تنسى انضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود في بناء القناة. خليكم معنا هذا الفيديو تعرفوا آخر أخبار سوق الكريبتو. خلوني أول أصدقائي أبدأ بتحليل عملة شيبا إينو. بعد عم نفشل بكسر الترند على فريم الأربع ساعات، توجهنا لكسر كاذب للعملة ورجعنا مرة ثانية نتداول أسفل الترند الهابط. نحن حاليا أصدقائي في منتصف الترند الهابط، وهدفي حاليا هو إعادة اختبار الترند الصاعد مرة ثانية، الدعم القوي، وبعدها نرجع مرة ثانية للترند الهابط. يا أما بنخترق ننتجه مرة ثانية لمناطق 0.508.2، يا اما بنرجع مرة ثانية باغلاق اسفل هاي المنطقة ونتوجه لمناطق موفيك افرج 207.3. الخبر الاول اصدقائي، عندي عمليات حرق كبيرة لعملة شيبا إينو، وصلت اليوم الى 1 مليار قطعة حرق خلال 24 ساعة الماضية. وغير هيك عندي ارتفاع كبير لمعاملات عملة شيبا إينو، حيث وصلنا الى اكثر من 41% او نسبة ارتفاع خلال 24 ساعة اكثر من 41.5. حجم هاي المعاملات اصدقائي تجاوز ال 45,420,000 دولار. هاي الحجم وهي التحركات الكبيرة بمعاملات عملة شيبا إينو ما لها الا قرار واحد فقط، يا اما تصير عندي دمبا عملة شيبا إينو او ارتفاع كبير لعملة شيبا إينو. وانا عن نفسي بعد اختبار منطقة 0.507.8 بتوقع انفجار سعري لعملة شيبا إينو ونتجاوز منطقة 0.508.2 بارتفاع أكثر من 8%. هذا لازم يأكد عندي أولا محافظتنا على منطقة 34,000 دولار، ونتوجه طبعا لمناطق 36,000 دولار كإعادة اختبار للترند الصاعد مرة ثانية على البيتكوين. اختراقنا منطقة 36,000 دولار راح يوجهنا مرة ثانية، وإقفال أعلى هاي المنطقة ممكن يتوجه لمناطق 40,000 دولار. والحرق أصدقائي لا يزال ضئيل على عملة شيبا إينو، حرق 1 مليار قطعة من عملة شيبا إينو يزال قليل جدا عن العملة. نحتاج أكثر من 1000 معاملة حتى يتم حرق 1 تريليون، وعندي إجمالي عدد قطع عملة شيبا إينو يتجاوز 600 تريليون أو 589 تريليون قطعة من عملة شيبا إينو، يعني 1000 معاملة لحرق 1 تريليون، ونحتاج 580,000 مليار حرق من هاي المعاملات، يعني أكثر من 580,000 معاملة مثل معاملة اليوم حتى نقدر نحرق توتال سبلاي إجمالا 580 تريليون. عدد كبير ولا يزال حرق بعيد جدا لوصول لهدف ممكن يوصلنا لمنطقة 1 سنت. أنا برجح مثل ما تكلمت بجميع فيديوهات السابقة، بستبعد الحرق الكبير، لكن برجح عملية تقليص القطع أو دمج القطع. كيف يعني؟ يعني كل 1000 قطعة بيتم دمجها بقطعة واحدة، يعني بيمتلك مليون رح يصير بيمتلك تقريبا 1000 قطعة من عملة شيبا إينو، لكن رح يتموا بنفس القيمة، يعني ما رح تتضاءل قيمتها، رح تتم بنفس القيمة. ممكن سبب ارتفاع العملة شيبا إينو لكن ارتفاع شكلي فقط، يعني ممكن نوصل لمنطقة 1 سنت، والأشخاص اللي بيملكوا مليون أو 10 مليون بيتم تقليص عدد قطع بيملكوها. هذا الشيء صار بالسابق مع عملة سان، حيث تم زيادة عدد القطع ونزلت من سعر 30 دولار إلى تقريبا 3 سنت. لكن الأشخاص اللي بيملكوا عدد قطع كبيرة من عملة سان ما تأثروا لأن القطع زادت، يعني بيملك قطعة أو قطعتين أو 10 قطع من عملة سان، طبعا زادوا عدد القطع تقريبا صار معه 30 قطعة، تحولوا لتقريبا 3000 أو 30,000 قطعة، وارتفع أو انخفض عفوا سعر عملة سان. هذا الشيء اللي راح يصير بعملة شيبا إينو، دمج قطاع شيبا إينو، هذا الاحتمال الوارد إلى حد الآن. وأنا بستبعد عمليات الحرق، لأن إذا استمرينا بعمليات الحرق راح نحتاج تقريبا أكثر من 10 سنوات حتى نحرق أكثر من نصف كمية المعروض للتداول. وفي حال الشركة قررت تدمير القطع فهذا الشيء رح يسبب خسائر كبيرة للشركة، وهاي الشركة ما رح أكيد تخسر نفسها حتى يربحها المتداولين. هيك وصلنا لهي الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. مع السلامة ودمتم بخير.